بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع قراءة كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر الهكاري رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 55 و500. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الله تعالى يرى في القيامة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون، لقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تشكون في رؤية الشمس من ليس من دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تشكون في رؤية القمر؟ هل من دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذا لا تشكون في رؤية ربكم. ولا شك أن هذه الآية أو هاتين الآيتين وهذا الحديث يستدل بها على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية رؤية نعيم، ولذا قرنها الله تبارك وتعالى بقوله: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة. ثم قال: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظرة إلى وجهه الكريم. وهذه النظرة هي أعظم نعيم أهل الجنة، ولذا جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتي أهل الجنة في الجنة فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى يا رب العالمين، وقد أكرمتنا وأعطيتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله الحجاب عن وجهه فلا يرون أنهم أعطوا نعمة أفضل من هذه أبدا، وهي رؤية الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الإمام الشافعي على رؤية الله جل وعلا بمفهوم المخالفة. يقول الإمام الشافعي: إذا كان الله جل وعلا يقول عن الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمفهومها أن المؤمنين غير محجوبين، مفهوم هذه الآية أن المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وأنهم يرون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم هذه المسألة بمثال جميل جدا. قال: هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي رواية: هل تضامون في رؤيته؟ أو تضامون في رؤيته، أي تظلمون أو تتضامون حتى تروا، أو كل واحد في مكانه يرى القمر؟ قال: كل واحد في مكانه يرى القمر. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني الكل يراها. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فقضية رؤية المؤمنين، قضية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم ويتنعمون بهذه الرؤية. والأدلة على هذا كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النظر إلى وجه الله، أي الزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والإيمان بصفات الباري، كقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: لما خلقت بيدي. وقال تعالى: سميع بصير. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال تعالى: غضب الله عليهم. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفات الله سبحانه وتعالى كما قسمها أهل العلم تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. ولما نقول صفات ذاتية، هذه لا تنفك عن الله،
يعني ملازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، وهي صفة العلم القدرة. يعني لا يمكن الله تبارك وتعالى اليوم يعلم غدا لا يعلم، أو اليوم لا يعلم غدا يعلم، أو اليوم يقدر غدا لا يقدر. هذه صفة لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. كذا صفة الوجه، صفة اليد، هذه صفات ذاتية لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه ولا تزيد ولا تنقص. لا يقال زاد علمه، زادت قدرته، زادت مشيئته سبحانه وتعالى، هذه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. زاد كبرياؤه، زادت عظمته، أبدا. هذه صفات ثابتة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. هو كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك ثابت، القدوس، القداسة ثابتة لله تبارك، وهو المنزه عن كل نقص. السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، كل هذه الأسماء لها صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تزيد ولا تنقص، ثابتة لله جل في علاه. وهناك صفات فعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى، قد يفعلها وقد لا يفعلها، يفعلها إذا جاءت أسبابها يفعلها الله سبحانه وتعالى. مثل الغضب، متى يغضب الله؟ إذا انتهكت محارمه، إذا لم تنتهك محارمه لا يغضب سبحانه وتعالى. وهذا الغضب يزيد إذا كان الانتهاك زائدا، فيزيد الغضب من الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث، حديث الشفاعة المشهور الطويل، أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم فموسى فعيسى، يسألونهم أن يشفعوا لهم في أن يقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق. كلهم بلا استثناء، من آدم إلى عيسى عليه السلام، كلهم بلا استثناء يقولون ماذا؟ يقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إذا زائد، ولن يغضب بعده مثله، إذا لن يزيد على هذا الغضب. كذا المحبة، متى يحبك الله سبحانه وتعالى؟ إذا فعلت فعلا يحببك إليه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذه يسمونها صفات فعلية، صفات فعلية، مثل النزول، مثل الإتيان، هذه كلها صفات فعلية لله تبارك وتعالى يفعلها إذا شاء جل في علاه. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قال: والدليل عليه ما روى عثمان بن المبارك قال: أخبرنا الشيخ الأمين أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف قراءة عليه قال: أخبرنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قراءة عليه في ربيع الآخر سنة 44 و500 قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن لؤلؤ الوراق قال: أخبرنا الهيثم بن خلف الدوري أو الدوري قال: أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا معن بن عيسى بن دينار القزاز قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. قال: وصح ذلك. وذكر إسناد آخر قال: حدثنا عثمان المبارك قال: أخبرني أبو زيد وكتب بخطه قال: أخبرنا القاضي محمد بن خلف البغدادي به قراءة عليه قال: أخبرنا أبو القاسم ابن يوسف ابن أحمد النهرواني قال: أخبرنا أبو الخير ابن سلام ابن عمر ابن عيسى ابن الحارث النصيبي الكاتب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن العوام قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشفني الضر
فأكفه الضر وأكشفه عنه. قال وصح ذلك. قال وما روى أبو عيسى محمد بن عيسى بن سيرويه الترمذي قال حدثنا عثمان بن المبارك قال حدثنا عثمان بن قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الإسكندري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك العلام، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال وروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن مسعود، وقد روى هذا الحديث 28 صحابيا كلهم شهدوا أو كلهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي بألفاظ مختلفة ومعاني متفقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فهذا وما كان مثله نؤمن به ونمره كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. إذن هذه قضية النزول، الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول من ذا الذي يسألني فأستجيب، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له، وهذا من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا في كل ليلة، وهذا الأمر يقع في كل ليلة من من الله وكرمه وفضله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا فيقول من الذي يدعوني. وللأسف كثير منا في هذا الوقت يكونون نياما، أو الذي ليس بنائم يكون منشغلا بملاهي هذه الدنيا، والقليل السعيد هو الذي يكون في مثل هذا الوقت قائما يصلي أو داعيا لله تبارك وتعالى أو مستغفرا له سبحانه وتعالى. والثلث الأخير من الليل يحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر وقسم على ثلاثة، من أذان المغرب إلى أذان الفجر هذا الليل اقسم على ثلاثة يطلع عندك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث اللي هو الثلث الأخير. فيحرص الإنسان أن يقوم في هذا الثلث، الثلث الأخير من الليل، لو يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، لو لم يقل إلا اللهم اغفر لي أو اللهم شافني، اللهم عافني، أو اللهم ارزقني، اللهم نسألك الجنة، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم اغفر لي والدي، اللهم أصلح في ذريتي، اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم سد عني ديني، أي دعاء. وما أكثر حاجات الناس في هذه الدنيا، ومع هذا نغفل عن مثل هذا الوقت المبارك الذي يقول الله تبارك وتعالى من الذي يسأل، من الذي يدعو، من الذي يتوب، من الذي يستغفر، الباب مفتوح، من يطرقه، من يأتيه. ولكن للأسف أن الكثيرين من الناس في غفلة عن هذا الوقت، ويشكك البعض في هذا الحديث بدعوى أن الليل يختلف من بلد إلى بلد، فكيف ينزل الله تبارك وتعالى؟ أول لابد أن نعلم أنه لا يجوز أن نقيس الله تبارك وتعالى على صفاتنا نحن وقدراتنا نحن. نحن إذا تكلم بين يديك خمسة لا تعرف من المتكلم ولا تعرف ماذا يقولون. الله جل وعلا يدعوه الملايين في وقت واحد، يسمعهم جميعا باختلاف لغاتهم ويرد عليهم جميعا سبحانه وتعالى. الآن أنت إذا قمت تصلي في هذا المسجد، إذا صلى خلف الإمام 50 أو 60 أو 100، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. كل عبد يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الصلاة عبارة عن مناجاة بين من ومن؟ بين الله والعبد. أي عبد؟
كل الخمسين. طيب هؤلاء الخمسون الذين يصلون هنا في مسجد آخر، مسجد سعيد أو مسجد العبيدان أو مسجد العلبان أو غيرها من المساجد، كل الناس تصلي وكلهم يقولون ويقول معهم سبحانه وتعالى، والنساء تصلي في بيوتها ويقول معهن سبحانه وتعالى، وأناس يصلون الآن في مكان آخر في بلاد أخرى ويرد عليهم سبحانه وتعالى. فإذا قسنا الله على قدراته يقول يرد على منه يترك منه، لا يمكن أن يرد على هؤلاء جميعا. ثانيا هذا الآن يقول الحمد لله رب العالمين، الثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وثالث في مشكلة خارج الصلاة، ورابع يكفر بالله، وسادس كيف يسمعهم جميعا؟ نقول ذاك الله، ذاك الله، لا تقس الله على نفسك سبحانه وتعالى. وكذا رؤية الله لجميع الخلق سبحانه وتعالى. الروح والريحان وملائك الرحمن الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم. عندما يقول ربنا تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أوراق تسقط في الكويت، أوراق تسقط في المملكة، أوراق تسقط في المغرب، أوراق تسقط في مصر، أوراق تسقط في تونس، أوراق تسقط في أمريكا، أوراق تسقط في أوروبا، في أفريقيا، في مجاهل الأرض، في الأمازون، أي ورقة تسقط يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا قسنا الله تبارك وتعالى قدراتنا نحن وضعفنا لن نصدق أي شيء يقال، ولكن إذا عرفنا أن الله يختلف عنا سبحانه وتعالى، وأن الله غير، وأن الله على كل شيء قدير، وأننا نقول آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله وصدقنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. وقد مدح الله المؤمنين وميزهم بأول ما ميزهم به، قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة وصفهم بها أنهم يؤمنون بالغيب، فنؤمن بالغيب ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ولا نخوض. الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير وأحرص منا على العلم، ما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ طيب إذا في بلاد أخرى يختلف فيها الوقت، ويعرفون مصر ويعرفون الشام ويعرفون العراق ويعرفون اختلاف الأوقات، ما سألوا هذا، وإنما قالوا إيش؟ قالوا نحرص على هذا الوقت، نحرص على قيام الليل، نحرص على دعاء الله تبارك وتعالى، هذا الذي يجب عليه. أما الخوض في هذه المسائل وكيف وكيف، عقولنا أقل وأضعف من أن تدرك هذه الأمور. الله جل وعلا يقول تسبح له السماوات السبع ومن فيهن نصدق، يقول الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده نصدق. فقال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس نصدق ونؤمن، لا لأن لا كيف يسبح، ما سمعناه تسبح الله، هو قال ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قدراتكم أقل. أنت الآن سمعك بسيط ونظرك بسيط وإدراكك بسيط وإحساسك بسيط وتذوقك بسيط، على قدرك، أعطى الله تبارك كل إنسان على قدره. الحيوانات وهي ما هي حيوانات تسمع أحسن منا وتبصر أحسن منا وترى أشياء أنت لا ترى وتسمع أشياء أنت لا تسمعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا كان في قبره ضرب بمطرقة فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الدواب تسمع أنت لا تسمع هذه الصيحة. إذن ليس كل ما تسمعه لا يوجد، وليس كل ما لا تراه لا يوجد، لكن أنت لا تسمع أنت لا ترى. فلذا المؤمن عليه أن يقول آمنا وصدقنا، ويقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في ما بعد ذلك، كيف أستفيد من هذه الأحاديث، كيف أستفيد من هذه الآيات. قال المؤلف الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله تبارك وتعالى
وأن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال على منبر الكوفة: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا، وعمر مشيرا، وعثمان سندا، وأنت يا علي ظهرا. فهؤلاء الأربعة خلائف نبوتي وحجتي على أمتي، لا يحبهم إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهم إلا منافق شقي. قلنا في بداية حديثنا عن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وهذا هذان الحديثان ذكرهما لا يصحان أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الكلام صحيح أن أبا بكر هو خير هذه الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لكن ليس بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وإنما بما ثبت صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. وجاء عند الطبراني زيادة: ورسول الله يسمع، يسمع أي يقر هذا الأمر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه جاءه عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ والرسول لا يحب إلا الأفضل. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فلا شك عند أهل السنة والجماعة أن خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، ثم يأتي بعده عمر، واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، وجماهير أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وعلى كل حال المهم أن نؤمن بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي ثبت عن علي رضي الله عنه على منبر الكوفة أنه كان يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وثبت عنه في البخاري أنه جاءه ولده محمد، محمد بن علي بن أبي طالب، وسأل علي رضي الله عنه قال: من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم أنت؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. هذا علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام، يفضل أبا بكر وعمر. ولذا نص أهل العلم على أن من فضل علي على أبي بكر وعمر فإنه مبتدع، وقالوا: وأما من فضله على عثمان فإنه مخطئ ولم يبدعوه. لكن الشاهد من هذا أن أهل السنة مجمعون على أن خير هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: وإن التفضيل لو كان على طريقة القرابة لكان العباس وحمزة عماء النبي أولى بالتفضيل، لأن العم أقرب من ابن العم. وهذا فيه رد على الشيعة الذين يقولون إن علي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. يقول: له، لماذا أفضل؟ النصوص الواردة فضل أبي بكر أكثر بكثير من النصوص الواردة فضل علي، هذا عدا أن هناك نص أن خير الناس بعد رسول أبو بكر، بل نص من علي نفسه رضي الله عنه. قالوا: لا، هذا قريب النبي، له فضل القرابة. نقول: قريب النبي ما علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عم. طيب، ابن عباس ابن عمه، جعفر ابن عمه، الفضل ابن عمه، لماذا علي قدم رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم إن العم أفضل من ابن العم ومقدم عليه بالميراث، ولو مات الرجل وله عم وابن عم، ابن العم لا يرث ويرث العم، فالعم أقرب. وحمزة عم النبي، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول أهل السنة إن عليا أفضل من العباس وأفضل من حمزة رضي الله عنهم أجمعين. فليس الفضل إذن بسبب القرابة، وإنما الفضل كما نص الله عليه جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القضية قضية تقوى، والتقوى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من أعمال القلوب. قال: وإن العشرة في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء يسمون العشر المبشرون بالجنة لأنهم جاءوا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة،
وأبو عبيدة في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعيد في وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. ثم قال وهو راوي الحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال وصاحبكم في الجنة، يعني نفسه. فهؤلاء يسمون العشر المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة، هؤلاء خمسة، ثم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص اللي هو سعد بن مالك، وآخرهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء يقال لهم العشر المبشرون بالجنة، جاءوا في حديث واحد وهم خير أصحاب النبي على الإطلاق صلوات ربي وسلامه. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. قال وأن معاوية خال المؤمنين، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب وحي الله، أمين الله على وحيه، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو عنه راض. معاوية رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن النبي شهد له بالجنة، ولكن أهل السنة بشكل عام يقول الصحابة في الجنة، لكن بالنسبة لمعاوية لذاته لشخصه لم ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معاوية في الجنة. وكان سعيد بن المسيب يقول لو شهدت لرجل أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، لكن قضية التزام، لا نشهد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية قيل له خال المؤمنين فقط لأنه تكلم فيه، فأراد المسلمون أن يدافعوا عنه فقالوا هذا خال المؤمنين. إلا هناك آخرون أيضا يقال لهم خال المؤمنين كعبد الله بن عمر، لأن معاوية من أين أخذ هذه رضي الله عنه خال المؤمنين؟ أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفص أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال هو خال لأن أخت أم المؤمنين فهو أخوها، إذن خال المؤمنين. قالوا أيضا عبد الله بن عمر الرسول تزوج أخته، إذن أيضا هو إيش؟ خال المؤمنين. فالقضية لا تقف عند معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، بل كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إخوانهن إذا كانوا يعني من المؤمنين فهم أخوال المؤمنين. ولكن صار هذا اللقب على معاوية رضي الله عنه لأنه تكلم فيه، فأراد العلماء في زمن أن يدافعوا عنه فقالوا هذا خال المؤمنين، أخته زوجة النبي، أخته أم المؤمنين رضي الله. صحيح أن الإنسان لا يفضل بأخته وإنه يفضل بعمله، ومعاوية كذلك رضي الله عنه أسلم متأخرا في آخر السنة السابعة من الهجرة، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في الغزوات بعد ذلك، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد كتاب الوحي، كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير أول ملك للمسلمين وخير ملوك المسلمين قاطبة، أول ملك للمسلمين وخير ملوك المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبوة أو خلافة النبوة 30 سنة، ثم يكون بعد ذلك ملك ورحمة، وهو ملك معاوية. معاوية أول ملك للمسلمين، خلافة النبوة 30 سنة، لو حسبناها من وفاة النبي إلى حكم معاوية سماها النبي خلافة النبوة. أبو بكر حكم 2 سنة و3 أشهر، ثم عمر حكم 10 سنوات و9 أشهر، ثم عثمان حكم 12 سنة و3 أشهر، ثم حكم علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر، ثم حكم الحسن ابن علي 6 أشهر. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11، وتنازل الحسن لمعاوية في شهر ربيع 41، بالضبط تماما 30 سنة. من ربيع الأول 11 توفي النبي صلى الله عليه وسلم، في ربيع 41 تنازل الحسن لمعاوية. فهذه الفترة من خلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن تسمى خلافة النبوة، ثم بعد ذلك يكون ملك ورحمة، وهو ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال وأن يزيد بن معاوية رحمة الله عليه إمام ابن الإمام، ولي الخلافة وجاهد في سبيل الله، ونقل عنه العلم والحديث، وأنه بريء مما طعنوا فيه الروافض في شأن قتله الحسين رضي الله عنه غير ذلك، ومبعود مهجور الطاعن فيه.
يزيد بن معاوية يختلف وضعه عن أبيه، لأن معاوية صحابي، والله سبحانه وتعالى أعلن الرضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما يزيد بن معاوية فليس بصحابي، ويزيد حاكم من حكام المسلمين، وله حسنات وله سيئات. ويقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ابتدأ خلافته بمقتل الحسين وختمها بحصار عبد الله بن الزبير في مكة. فيزيد من حكام المسلمين الظلمة، فليس هو كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه حاكم ظالم من حكام المسلمين، لكنه مسلم في النهاية. وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فليس ليزيد دور في مقتل الحسين رضي الله عنه، وإنما الذي له الدور في مقتل الحسين هو عبيد الله بن زياد والي البصرة، وليس يزيد الذي هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت. فالصحيح في يزيد أنه حاكم من حكام المسلمين، وهناك من أهل العلم من أجاز لعنه، وهناك من منع لعنه، والصحيح أنه يترك لا يسب، وكما قال الذهبي ولا يحب، وإنما يقال أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله أنه نقل عنه العلم وروي عنه الحديث فهذا غير صحيح أبدا، بل الإمام أحمد لما سئل تروي عن يزيد قال: لا ولا كرامة، لا أروي عن يزيد ولا كرامة. فالقصد أنه لم يروى عنه الحديث ولم يوثق في هذا الأمر، فيترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أنه كذب عليه، كذب عليه، وقعت منه أخطاء وزلات، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى.